اسم حضرتك؟ محمود ابراهيم الدسوقي من شباب الثوره. كنت موجود من يوم 25 لغايه النهارده، وكل جمعه هنزل لغايه اما اهداف الثوره تتحقق. تمام. طبعا انا نازل النهارده علشان خاطر اللي حصل يوم 28 وقالوا على الناس اللي ماتت بلطجيه، والناس اللي كانت موجوده اول امبارح دول بلطجيه، وده طبعا مش حقيقي. في اربعه ماتوا وهم نفوا وقالوا ان مفيش حد مات، وده طبعا غير حقيقي. يعني تاني حاجه، انا ليا سؤال، يعني هو احنا بقالنا اربع شهور دلوقتي الثوره خلصانه، والناس بتقول لا الثوره ما حققتش اهدافها والكلام ده كله، طب احنا امتى، السؤال للمسؤولين كلهم، امتى هنقول ان الثوره نجحت؟ امتى الجمله ديت الناس الشعب كله هيرتاح وامتى هيقولها؟ بس هو ده السؤال اللي انا كان نفسي اقوله. يعني حضرتك شغال ايه؟ شغال كيمياء في وزاره الزراعه. جاي النهارده يعني مخصوص عشان المطالب ديت؟ طبعا جاي عشان احقق بقيه اهداف المطالب الثوره. اللي هو المحاكمه، محاكمه الفساد. يعني جريده الفجر مطلعه قالت ان في شخص ما شاف جمال مبارك على كوبري اكتوبر، وطلع وزير الداخليه امبارح نفى وقال لا الكلام ده مش حقيقي. طب احنا هنصدق مين؟ هنصدق مين؟ أيوة. ونزل على المواقع ان هم برضو شافوا جمال كذا مره برضو. فاحنا عايزين نعرف الحقيقه فين، عايزين نشوف فعلا خطوات ايجابيه تهدي الشعب المصري دوت، وتلاقي ان الاهداف بتاعت الثوره دي بتتحقق. ايوه بس شكرا.